السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة الإنجليزي أسهل مع ميس عزة. لو حضرتك أول مرة تشرفنا في القناة، يا ريت تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. احنا دلوقتي خلصنا المنهج، رجعنا على كل الوحدات. النهاردة بإذن الله بنحل امتحانات. احنا هنحل الامتحانات من كتاب الباهر. يا ريت اللي معاه كتاب الباهر هيفتح صفحة 278، ده الامتحان التاني اللي احنا بنحله. يلا نبدأ بسم الله. اول سؤال بيقول لي look and number، يعني اقرأ ورقم. طبعا احنا هنشوف الكلمة نعرفها كويس ونشوف انهي صورة المناسبة ليها. اول حاجة هيد، كلمة هيد يعني راس. الولد هنا بيشاور على راسه اهو، يبقى هنا نكتب نمبر 1، نمبر 1. بعد كده هنا بيك يعني منقار، فين اهو هنا، يبقى نكتب هنا 2، 2. بعد كده دكتور، صورة الطبيب 3. بعد كده 13، 13 هنا نكتبها، نكتب هنا رقم 4. ننزل بقى السؤال اللي بعده، look and circle، اقرأ وحط دايرة. كامل يعني جمل، فين طبعا هنا دي صورة الجمل، نحط عليها دايرة. اللي بعده leg يعني رجل، طبعا هنا نحط عليها دايرة. child يعني طفل، نحط عليها دايرة. لا طفل هنا، child ده بيبي، لكن ده child طفل، نحط عليها دايرة. بعد كده عندي هنا سناك يعني ثعبان، نحط دايرة على كلمة سناك، ثعبان. يلا نكمل السؤال اللي بعده، look and complete. اول حاجة عندي هنا كلمة face، وجه، ناقص هنا عندي حرف ال A. بعد كده adult يعني شخص بالغ، ناقص هنا عندي حرف ال U. baby، ناقص هنا عندي حرف ال A. mouth يعني فم، mouth، يبقى انا ناقص هنا عندي حرف ال th. نكمل السؤال اللي بعده، عندي هنا teeth يعني اسنان، تي دبل اي تي اتش، يبقى انا ناقص هنا عندي حرف ال تي اتش. bathroom حمام، بي اي تي اتش. 3 تي اتش ار اي اي، يبقى ناقص هنا عندي حرفين الاي اي. monkey يعني قرد، ناقص هنا عندي حرف الاو. نكمل السؤال اللي بعده، look at the picture. طبعا هنكمل الحروف متلخبطة، واحنا هنرتب الكلمة على حسب الصورة. عندي هنا صورة ايه؟ قدم، يبقى فوت قدم، F O O T. السؤال الكلمة اللي بعديها يرى، هنا ماسك العدسة وبيشوف اهو، يبقى C يعني يرى. S دبل E S E E. بعد كده فيت اقدام، طبعا جمع فوت جمعها فيت، F E E T، يبقى نكتب هنا فيت. بعد كده هنا عندي ارم زراع، A R M ارم زراع. بعد كده عندي هنا كلمة بي نحلة، بي اي اي. بعد كده هنا عندي ثرو يرمي، تي اتش ار او دبليو، ثرو يعني يرمي. بعد كده هنا عندي بيقول لي لوك اند تك، هنحط هنا علامة صح على انهي كلمة اللي صح. هنا صورة ايه دي؟ انت نملة ولا بي نحلة؟ طبعا صورة نحلة، يبقى هنا نحط علامة صح. اللي بعديها فيل، يبقى اليفانت ولا مونكي؟ طبعا يبقى هنا صح، هنا فيل اليفانت. بعد كده الولد بيشاور على راسه، يبقى هنا هيد مش فيت، طبعا فيت غلط، هيد هنحط هنا تك علامة صح. بعد كده هنا الولد بيشاور على ايه؟ ودنه، يبقى هنا سي يرى ولا هير يسمع؟ طبعا احنا بنسمع بايه؟ بالاذن، يبقى هير يسمع، يبقى هنا نحط علامة ايه؟ تك. نكمل السؤال اللي بعده، look at the picture. طبعا هنا بيقول لي جايب لي مربع فيه ثلاث كلمات وصورة وجملة ناقصة كلمة. I have a، هنا بيقول انا عندي ايه؟ طبعا بيك يعني من r b e a k، هننقلها من فوق نحطها هنا. السؤال اللي بعده ايه؟ not has no legs، ايه اللي عنده no legs؟ طبعا snake ثعبان، نكتب هنا كلمة snake ثعبان. ننزل بقى السؤال اللي بعده، choose the correct word، هنختار الاجابة الصحيحة. اي دونت ولا دازنت؟ اي بتاخد دونت. احنا عارفين طبعا ان عندنا الهي والشي والات اللي هم ضمائر المفرد الغائب بياخدوا دازنت او داز، لكن اي وي يو زي بياخدوا دونت، يبقى الاجابه الصحيحه عندي دونت. نوت هاز فور ليجز، طبعا نختار كامل ولا بيرد، مين اللي عنده اربع ارجل؟ يبقى كامل جمل، نحط عليها دايره. السؤال اللي بعده، اي بتاخد هاز ولا هاف؟ طبعا اي بتاخد هاف، اي هاف تو ارمز. السؤال اللي بعده، I can see ولا hear with my ears، بوداني بعمل ايه بوداني؟ see أرى ولا hear أسمع؟ طبعا hear أسمع، نحط عليها دايرة. I can kick with my feet ولا mouse، kick يشوط، بنشوط بإيه؟ feet أقدام، يبقى نحط دايرة على كلمة feet. السؤال اللي بعده، unscramble the following words، طبعا هنكون ايه؟ كلمة جملة.
زياد كانت ريد. تاني زياد كانت ريد. اللي بعده أفش هاز نو أرمز. أفش هاز نو أرمز. السؤال اللي بعده I don't have a beak. يعني أنا ما عنديش منقار. I don't have a beak. آخر حاجة هنا عندي I can speak with my mouth. طبعا أنا أستطيع أن أنا أتكلم بماوس بالفم. I can speak with my mouth. اللي بعده كوبي يعني خط. هنكتب بخط جميل. جايب لي سطرين لازم اكتب بينهم الحرف الكابيتال اللي يكتب بين السطر كبير فوق السطر، والحروف الصغيره تكتب بين السطرين. لو في حاجه بتطلع بره السطر زي حرف الاتش كده بنكتب الاتش، العصايه بتاعتها بتبقى طالعه فوق، ونكتب بخط جميل ونحط في الاخر نقطه. وكده نكون خلصنا الامتحان بتاعنا النهارده. لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناه عشان يوصل لك باقي المراجعات والشرح باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.